السلام عليكم. اليوم غادي نعملوا واحد المسار ان شاء الله مع واحد المجموعه من الدراري، ولكن اللي حضر معنا دابا كاين السي سفيان فلوغور في الشاون. السلام عليكم، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بنا في القناه ديال عبد الله، عنده محتوى رائع ونفس المحتوى اللي عندنا حنايا كنقدموا للمدينه ديالنا والجبال ديالها، ومعنا احسن قائد اللي غيشرح لكم التراجي ديالنا اليوم. بقاو معنا. وتحياتي للاخ سفيان على التقديم ديالو الجيد، تبارك الله عليكم. تفضل اخي حامد. السلام عليكم، تبارك الله على الاخوان الراندوني، تبارك الله على الشباب ديال المدينه اللي كيقدموا واحد المحتوى رائع جدا، ونتمنوا لهم التوفيق ونتمنوا لهم مسيره موفقه ان شاء الله. المسار ان شاء الله عندنا اليوم غنعدلوا تازرت، يعني البدايه غتبدا ان شاء الله من منتزه سيدي عبد الحميد، منطلقا الى غنطلقوا ان شاء الله من القلعه، من القلعه غنغرمن، من اغرمن غنهبطوا لاخشر، ولكن ما غندخلوش لاخشر، غنخليو بقى واحد كيلومتر غنشبرو طريق ترنبوط، من ترنبوط غندخلوا القياده، ومن القياده غنكوزو اكومي الى المنتزه السفلي تازوت، وعام موراه غنطلعوا للمنتزه الكبير، الساحه الكبيره ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم. هذا هو مسار شامل، صحتكم الخوت. السلام عليكم خي احمد، هو دابا عاد وصل، مرحبا به الغزال. تبارك الله عليكم الخوت، عليه تبعونا ويكون خير ان شاء الله. صحتكم الخوت. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. سي عبد الله يرحم والديك. عبد الله تبارك الله عليك. الله يبارك فيك الدخل مصطفى. مرحبا، صحتكم اخي. صحيح يا عبد الله، صحتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك اخي. حفظك الله وراحك يا سي عبد الله. جزاك الله. السلام عليكم الخوت، نحن على مشارف تلنبوط من بعد ملي خرجنا مررمان. اذا المسار راه بدا ليبان شويه بشويه. ابوني مع سي عبد الله حدا الجبال، ابوني حدا الجبال. هادو كاملين الخوت اللي نسبون العائلة بالجبال. ها كيفاش نقضيو احنا القصة ديالنا ولله الحمد. هي سجنة هي تربينا، قولوا معانا اللي تحبونا، احنا ام العدالة. هنايا سبحان الله كاين واحد العين من اجمل العيون اللي شفتها في البوادي ولا في التراجيات اللي شفت، والله يعلم. وانا نتكلم على نفسي. يا اخي غادي ندخلوا من هنايا. يا العوينه غزاله اخي، والله العظيم الا غزاله. العند سيدي حنين. سيدي حنين اللهم بارك، اسم على مسمى. اللهم بارك. هذا المكان هذا مكان روحاني، يعني باختصار بحال قلنا اللي كان هنا سبحان الله كان حتى هو ذكر الله عز وجل. هو هذاك اللي بغيت المكان بهيبته. وما تنساوش بان سفيان فلوغ حتى هو يوتيوبر. حاولوا يوتيوبر، حاولوا تعملوا وعملوا نجم وسبسكرايب. ها هو ها هو، قول يا بخي. قول يا بخي. ولا عيون الشيب. عندنا شانيل في اليوتيوب ديالنا عاود ديال راح مثلا ما عملتش احداث. انا عندي سفيان فلوغ فيها محتويات بزاف، ودابا انا مع الجبال مع الاصدقاء ديال الراندوني. هذا هو العائله اللي شرحت لكم، هي هذه كامله، وباقي ناس جدادين اخرين ما جاوش. نتمناو شي نهار نتجمعوا كاملين. وشكرا. بارك الله عليكم، وفقكم الله جميعا. تحياتي للجميع.
الحمد لله مجموعة من الأصدقاء، أنتم تشوفوا كيفاش ماشيين بريتم واحد وهكذا ليتمشوا الموشات. بدأت تمطر وهذه وحدة من الحسنات بالتراجيات. السلام عليكم سي عبد الله. شكرا لك سي عبد الله على الفرصة هذه، فرصة موفقة. تبارك الله سي عبد الله، تحياتي. سي عبد الله تحياتي. ما باقي ما وصلناش للسومي، ولكن ما باقي لنا والو، ولكن من أجمل الأماكن اللي كاينة هنايا. بقى ولله الحمد الطبيعة فيرج غزالة، يعني شي أشياء هنايا جميلة وتوحي بأشياء جد جد جميلة والله العظيم الخوت. إذا بصحتكم، بقوا معنا ويكون خير إن شاء الله. نقصلهم الضو ماشي جبال ولا نزيد تما واحد البلاصه زوينه. كاين الشوح، كاين الحيوان في الغابه، كاين الحلو، كاين البقر، كاين تما شي عيون هايله حق باقي ماشي مصلوح. كاين تما واحد البلاصه كيقولوا بلاصه اسبانيا. بلاصه اسبانيا، بلاصه اسبانيا. نعم تما الطبالي وفي كل شيء، كاين بلاصه زوينه زعما ما عندناش ما نخيبوا فيها. الله يحمي يمك. ها هي لا. الله يعاونك اخي. الله يكبر بك. امين اخي، شكرا. تبارك الله عليك. الرا زير الرا زيد زيد على الله، سير سير على الله، سير.